السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده اول يوم يا جماعه لينا في الدراسه، عايزنا الشنط من بالليل، حضرنا حاجات خفيفه جدا كده، يعني كشكولين، قلم، الحاجات اللي هي العاديه البسيطه، لانهم طبعا هيروحوا 3 ايام بس في الاسبوع. بس اهم حاجه عايزه اقولها لكم، ما تنسوش تديهم المعقم بتاع الايدين والكمامه، لازم يا جماعه دول حاجه اساسيه معاهم، ربنا يستر على اولادنا جميعا. طبعا جينا لسه ما لبستش الكمامه، فانا هديها الكمامه تلبسها، انا مش هسيبها كده، لكن كنزي ايه لابسه الكمامه، وانا كمان هنزل بس من غير كمامه، انا مش هروح معاهم. هو الساعه 7 دلوقتي بتقول لي يلا. طب يا جماعه احنا هننزل بقى الشارع ونكلمكم من تحت، بس ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل كل جديد. احنا في الشارع لسه الباص ما جاش، فهنستنى الباص. هما خلاص لبسوا الكمامه ومعاهم المعقم، والمفروض ان هما كل كده 10 دقايق ولا حاجه لازم يعقموا ايديهم، مطرح ديسك، مطرح قلم، مطرح حاجه مسكوها، فربنا يستر علينا جميعا. هنستنى الباص، انتظرونا. تعملي ايه كنزي؟ في الشارع بتعملي ايه؟ انت كل سنه وانتم طيبين. باي باي.